بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وأعزائي طلاب الصف الأول المتوسط، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. الدرس اليوم بيتكلم على ترتيب العمليات. زي ما تعودنا دايما وأبدا بنشوف فكرة الدرس عندنا اللي هي إزاي نحسب قيمة عبارة عددية باستعمال ترتيب العمليات. طبعا العمليات لما هنشوفها الحين مقصود بيها جمع، الطرح، الضرب، الضرب المتكرر وهكذا. هنشوف دلوقتي عندنا المفردات، في عندنا العبارة العددية وترتيب العمليات. يلا بينا ننتقل ونشوف هنا عندنا أول استعداد للدرس. اشترى سعيد دفترا وأربع أقلام، فإذا كان سعر الدفتر 6 ريالات وسعر القلم 3 ريالات فما مقدار ماذا فعل سعيد؟ طيب سليمان وخالد بحساب، هيقوم سليمان وخالد بحساب ماذا فعل سعيد. سليمان هيقول لك إزاي؟ هيقول هو اشترى سعر الدفتر 6 وعنده القلم الواحد بكام عندنا يا شباب؟ القلم الواحد ب3. هو اشترى كام هنا عندنا؟ ها اشترى سعيد دفتر واربع اقلام، يبقى دفتر واحد يعني 6، واشترى اربع اقلام والقلم الواحد ب3، يبقى 6 زائد 4 ب3. هيقول لك الستة تنزل وهيضرب الاربعة في الثلاثة تطلع 12، يبقى نجمع 6 مع 12 يطلع 18. اما الاستاذ خالد قال لك لا، انا هحسب كده الاتي. هو اشترى 6 دفاتر زائد الأربعة أقلام، هضربهم في 3، الستة زائد الأربعة يطلع 10، 10 في 3 يطلع 30، يبقى 30 ريال. يا ترى مين اللي حسابه صح هنا عندنا؟ هل سليمان اللي حسابه صح ولا خالد هو اللي حسابه صح؟ تعالى كده نشوف ونقول إيه رأيك في الجمل اللي هو الجملتين اللي فاتوا، ونشوف مين فيها الصح. طبعا العبارة الصحيحة اللي هي 6 زائد 4 ضرب 3. ما اجمعش الستة مع الأربعة وأضربها في 3 ولا أعمل إيه هنا؟ الأول عملية الضرب هنا عندنا، إيه هي عملية الضرب عندنا هنا؟ عملية الضرب عندنا إن أنا أضرب الأول الأربعة في 3، يبقى أقول 4 ضرب، الضرب يسبق الجمع يا شباب، يبقى 4 ضرب 3 يصير كام معانا؟ يصير 12. طب لما نجمعها مع الستة يصير كام عندنا؟ لما نجمعها مع الستة يطلع الناتج عندنا 12 زائد 6 يطلع 18. وبالتالي لو احنا شفنا كده هنلاحظ ان سليمان هو اللي كان اجابته صحيحه، لان هيضرب الاول الضرب قبل الجمع، هنضرب 4 في 3 في 12 ونضيف عليها 6 يطلع 18. مش نجمع الاول وبعدين نضرب، لا، الضرب يسبق الجمع عندنا، وده اسمه ترتيب العمليات عندنا. تمام. مثلا عندي هنا مثال اهو قدامك اهو، لو انا حبيت من المثال ده اشوف هنا عندي القيمه بتاعتها تطلع بكام، بيقول لي احسب قيمة 5 زائد 12 ناقص 3 ونعلل كل خطوة. أول حاجة هنعملها يا شباب، أنا عندي قوس صح؟ يبقى أول شيء أعمله العملية اللي داخل القوس. إذا كان داخل القوس جمع أجمع، داخل القوس طرح أطرح، داخل القوس قسمة أقسم، ضرب أضرب، يبقى القوس الأول. طيب الخمسة هذه يا شباب داخل قوس؟ لا والله يا أستاذ، أحسنت يا تركي، أنزلها زي ما هي والزائد أنزلها زي ما هي واقول 12 ناقص 3 يطلع كام؟ 9. وبعدين بعد كده اجمع الخمسه والتسعه يطلع الناتج معايا بيساوي كام يا شباب؟ بيساوي 14. طيب لو عندي مثال تاني هنا قدامك اهو، احسب قيمه 8 ناقص 3 ضرب 2 زائد 7. مين يقول معايا اول خطوه اعملها هنا ايه؟ ها؟ هسيبكم ثانيه واحده كده، ثانيتين، ثلاثه، 5 ثواني ونسمع الاجابه الصحيحه. يلا يا شباب، يلا يا يزن، يلا يا مازن، يلا يا تركي. بالظبط كده، هنكتب اول حاجة عندنا ان انا اضرب الثلاثة في الاثنين، دي اول خطوة عندي. يبقى انا معنى كده هعمل ايه؟ هنزل الثمانية وبعدين هروح جاي كاتب كده 8 اهي والناقص اهي، واضرب 3 في 2 يسيبي كام معايا؟ 6. طب والزائد 7 زي ما هي، يبقى اول خطوة هضرب الثلاثة في الاثنين، الضرب الاول يا شباب، يبقى 8 زي ما هي وبعدين ناقص 3 في 2 ب6 وبعدين زائد 7. طب الخطوة اللي بعد كده؟ بالظبط كده، أطرح الستة من الثمانية، يعني أقول 8 ناقص 6 يطلع كام معايا؟ 2. طب 2 زائد 7 يبقى هيجي لنا جمع هنا أهو ويطلع الناتج عندنا بيساوي 9. يبقى أنا ضربت الأول طلعت 6، يبقى 8 ناقص 6 زائد 7، ثم طرحت 8 ناقص 6 طلع 2، ثم جمعت الاثنين مع 7 ساوي 9 عندنا. تمام؟ طيب شوف مثال تاني عندنا هنا كده يا شباب. ها احسب قيمة 14 زائد 3 مضروبة في 7 ناقص 2. احنا قلنا اللي داخل القوس الأول، اللي داخل القوس الأول، يبقى أول خطوة هعملها إن أنا أحط 1 ل 2 من 7، يبقى 14 تنزل زي ما هي،
زائد زي ما هي التلاتة زي ما هي، سبعة ناقص اتنين يطلع كام؟ يطلع خمسة. ايه معنى تلاتة جنبها خمسة في قوس؟ معناه ان التلاتة مضروبة في الخمسة، يبقى الخطوة التالية عندي هنا هنضرب تلاتة في خمسة، يبقى الاربعتاشر هتنزل زي ما هي زائد، ثم هضرب تلاتة في خمسة بكام؟ بخمستاشر. اخيرا حجم الاربعتاشر مع الخمستاشر يطلع الناتج عندنا بيساوي 29. طيب نشوف مثال كمان عندنا، لو مثال زي اللي انت هتشوفه دلوقتي، المثال الاخير عندنا، احسب قيمة 5 ضرب 3 اس 2 ناقص 7 وعلل كل خطوة. اول خطوة عندنا واحد يقول لك اضرب الخمسة في التلاتة، لا والله لا والله كده خطأ. ليه؟ لان دي مش تلاتة اللي امامك، دي ليست تلاتة، دي 3 اس 2. الاول خالص اقول هي 3 اس 2 بتساوي ايه، اشوف الاول مفكوك ال 3 اس 2 دي بتساوي ايه. نشوف كده اول خطوة عندنا يا شباب، نوجد قيمة 3 اس 2. احسنت، يبقى الخمسة هتنزل زي ما هي، وبعدين الخمسة زي ما هي اهي، وبعدين الضرب زي ما هي، 3 اس 2 اللي هي 3 في 3 ب 9 ناقص 7، يبقى انا فكيت 3 اس 2 طلعت ب 9. طيب هل اضرب الخمسة في السبعة ولا اقول 9 ناقص 7؟ طب اضرب الاول ولا اطرح الاول؟ ها مازن، تركي، محمد، مشاوي، ها عبد الله، يلا عبود اعمل ايه؟ صح فعلا زي عبد الله ما قال، اضرب الخمسة في التسعة الاول، يبقى هضرب 5 في 9 ب 45 ناقص 7، اخيرا هطرح السبعة من ال 45 يساوي الناتج 38. اتمنى يكون درس اليوم درس سهل، ممكن طبعا انك تعيد الفيديو اكتر من مرة. لو عندك اي استفسار احنا موجودين في خدمتك في اي وقت يا حبيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلاب الصف الاول.